سارة تفضلي. تفضلي. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيكي وكل عام وانت بالف خير. قديش خبرينا قديه مهم وصعب يمكن وجود المراه بالمحافل القانونيه بالمحافل السياسيه، وقديش هذا الشيء مسؤوليه كثير كبيره على عاتقها. وكل عام وانت بخير كمان مره. أول شيء أحب أهني قبل ما أبتدي في الإجابة على سؤالك، أحب أهني المرأة الإماراتية وكل مرأة باليوم اللي مخصص لها على أساس الاحتفال بإنجازاتها ومجهوداتها. تستاهل المرأة الإماراتية. تستاهل المرأة الإماراتية وكل مرأة على فكرة، مش بس المرأة الإماراتية. أنا اليوم أي مكان. نعم. أي مجال. أستاذة موزة، أنا اليوم بالإف إم شو حكيت؟ حكيت جملة إنه هو صحيح يوم المرأة الإماراتية، بس أنا بقول إنه كل مرأة على الوطن الإماراتي هي المرأة الإماراتية. أكيد أكيد، كل مرأة موجودة سواء إماراتية أو مقيمة هي لها نفس تقريبا نفس المشاعر ونفس الحب ونفس التقدير، يعني ما نفرق بين مرأة ومرأة، ولكن هو على أساس أنه كدولة كاسم أنه للمرأة الإماراتية، ولكن هو بشكل عام سواء موجودة في دولة الإمارات أو في الوطن العربي بشكل عام والوطن الإسلامي كله. أستاذة موزة، لو رجعنا بس خطوة لورا، خبريني شوي قدي صعب وقدي في مسؤولية كتير كبيرة على عاتق المرأة بشكل عام والمرأة المرأة الإماراتية بشكل خاص، وجودها بالمحافل القانونية، وجودها لحتى تدافع عن الناس، لحتى تكون هي صوت الناس المظلومين يمكن بعض الأحيان. لو جينا لو تكلمنا عن السابق نجد فعلا كان في صعوبات وكان في قدام المرأة تحديات كثير. أول شيء من الصعوبات إنه هذه مثل هذه المجالات لو كانت حتى مفتوحة بتكون بشكل بسيط، يعني الناس والمجتمع الإماراتي ما كان عنده الفهم الكبير لين دور المرأة من ناحية إنها هي تمثل أو تشتغل في المجال القانوني بشكل عام. ولكن بالنسبة إلي الدعم اللي حصلته من حكام دولة الإمارات الله يحفظهم ويخليهم، شيء ثاني أنه على أساس أنه فتح قدامها المجال، والشيء الثاني لازم نحس أنه في عند المرأة دائما عندها طموح، دائما عندها تميز، دائما عندها مثابرة وإبداع، عشان هالشكل هي حبت أنها تخوض مثل هذه المجالات. بس التحديات ما زال موجودة وما زالت موجودة، بس بفكر أقل شوية، لأنه الأول كان يعتمد أنه مثل هذه المجالات مقصورة على الرجل فقط لا غير، أنه هو الرجل اللي بينجح في مثل هذا المجال، والرجل اللي قد أنه هو يروح المحاكم والرجل. شيء ثاني اللي حكم المرأة الإماراتية اللي هو العيب والتقاليد. نعم. والأعراف والمجتمع إنه شوية مجتمع مغلق على أساس إنه مجتمع يعني ما يقدر إنه يسمح للمرأة مجتمع محافظ ما إنه يسمح للمرأة تروح. كان الأول مفتوح لها بشكل يعني كبير اللي هو مجال التدريس فقط لا غير، ولكن إنه المرأة لقت إنه إذا كان كلهم بينصب تفكيرهم في هذا المجال أصبح إنه ما عندنا، يعني أصبحت المجالات الباقية كلها متروكة للرجل، فأصبح إنه المرأة ما في تميز ما عندها إبداع. فجات المرأة عندها خاصة الجيل الجديد عندها أفكار، عندها طموح، عندها رغبة، عندها تميز إنها هي تطرق كل الأبواب كل المجالات عشان تثبت أول شيء تحدي لنفسها، والشيء الثاني تثبت إنه هذا المجتمع مش مجتمع رجولي فقط، وإنه هاي الوظائف مش يعني محتكرة ولا محصورة على الرجل، وإنها هي تقدر بتضحيتها وتقدر بإبداعها وتميزها إنها هي توصل لهذا الشيء. وفعلا من خلال كل المجالات بس مش من المجال القضائي إنها هي فعلا وصلت وثبتت وتركت بصمة. تماما، يمكن مش بس وصلت تميزت، بس إذا بدنا نرجع كمان لنحكي الفضل اللي بذلته دولة الإمارات في دعم النساء في المجال القضائي، يمكن كانت الدولة قادرة إنه هي تعطي الإمرأة حقها في هذا المجال. كمان بدي إياك تحكي لي شو اللي خلى المرأة تتميز بهذا المجال دونا عن الرجال. المرأة لما شافت إنه الدعم لازم المرأة يكون قدامها شيء يعطيها هاي الفكرة أو هذه الدعم، لما شافت إنه الحكام أو حكام دولة الإمارات إنهم فعلًا فاتحين مثل هذا المجال، واللي كان اللي قبل يسبق حكامنا الحاضرين اللي موجودين الله يحفظهم الشيخ زايد هو اللي عطى هذا، هو اللي فتح الباب على مصرعيه وقال للمرأة قدامش أنا أدعم، وأنت علاش إنش أنت تشوفي وين المجال اللي أنت تحبيه، وين المجال اللي أنت قادرة تعطيه، لأنه من مرأة لمرأة تختلف، كل وحدة لها حب وكل وحدة لها مجال وكل وحدة لها شيء إنها هي تقدر تبدع فيه. فلما فتح الباب هذا والحكام اللي الله يحفظهم
يحفظهم ويخليهم موجودين حاليا واصلوا هذا الدور على اساس انهم يدعموا المراه، لقت المراه انه عندها كل الامكانيات، ما في شيء مقفول عليها، انه الدعم الدوله موجود. الشيء الثاني انه الاهالي بدت تتفهم وعرفوا، والرجل بدا يفهم انه المراه بعد لها دور مع الرجل في بناء هذا المجتمع، بناء هذا الوطن، على اساس هالشكل انها هي خاضت كل المجالات، ما في مجال قدامها صعب، او انه مجال شافت اني انا هذا المجال تخوفت منه، حتى لو كان في خوف من داخلها، في حب انها هي تتميز فيه، في حب انها محب المغامره، الشيء الثاني في شيء يدفعها، في شيء يعطيها القوه على اساس انها توصل وتتحدى زي ما انا قلت. جميل. صحيح، انا كمان كان عندي مداخله بسيطه في فكرة إنه كل شخص بيختار طريقه من البداية. أنت بيكون عندك طموح أو شغف بشيء معين، مثلاً عايزة أكون إعلامياً، عايزة أكون محامياً، عايزة أكون طبيبة، وبتفضلي توظفي كل الإمكانيات اللي معاكي في تحقيق الحلم ده. بس أنا عايزة أتكلم عنك أنت أستاذة موزة، بدأ معاكي الموضوع إزاي؟ ليه حبيتي مجال القانون وشفتي إنه أنا لأ، أنا هصابر، أنا لازم أحقق حلمي، أنا لازم أوصل اللي أنا عايزاه؟ أكيد دعموكي ناس كتير، وأكيد وقفت قدامك عواقب كتير، فأحكي لنا الحدوتة كده في البداية. بأمانة أنا أول شيء عشان أتكلم عن نفسي، أنا متزوجة وأنا صغيرة، لسه ما كملت المراحل المدرسة، ولكن حاولت أني أنا من حبي للتعليم كان شرط أني أنا أكمل، فكملت في الدورة المسائية. لما كملت طبعا صرت أم وصرت كذا، كان عندي حلم، لأني لقيت كل المجتمع كله مبني على أنه البنت لما تتخرج ما عليها يا أما بيتها يا أما تكون مدرسة فقط لا غير. فلقيت أني أنا مجال التدريس مش ما بلاقي فيه نفسي أنا، ففعلا أنا التحقت في كلية ودرست فيها تقريبا ما يقارب كورس، وفعلا تميزت فيها، وكانت أدرس العربية اللغة العربية، ولكن ما لقيت نفسي، كله حزينة وكله ساكتة، كله أبحث عن ذاتي، أبحث عن نفسي. وبالصدفة أنا دخولي للقانون كان بالصدفة أمانة، صاحبتي اتصلت قالت أنه في إعلان قانون، فقلت يعني شو قانون؟ يعني ما كان عندنا الفكرة كامل عن يعني مجال القانون، كان محتكر على الرجل أنه يكون في الشرطة أو يكون في السلك النيابة أو كذا، ولكن كمرأة فحبيت أني هذا المجال. لما خضت هذا المجال أو شفت هذا المجال بحثت عنه الأول، قلت شو أنا بكون. لما درست هذا الشيء كان درست في إمارة عجمان، فصعب أني أنا من الفجيرة وأروح يومياً عجمان، أدرس الصبح فترات وأحيانا فترات المساء، كان ضغط علي وزوجة وأم، ولكن حبيت. أنت لما بتدش المجال أول شيء أي مجال بتدشي سواء مجال قانوني أو مجال شيء ثاني لازم تحبيه، لو حبيتي هذا المجال هتعرفي تشتغلي فيه، الأمور بتسهل قدامك، أنت بيكون عندك حب أنك أنت تكملي، بيكون عندك رغبة، بيكون عندك دافع أنك أنت تستمري، لأنك أنت حبيتي هذا المجال، ومن حبك لهذا المجال أكيد بيكون في إبداع، أكيد بيكون في تميز، أكيد بيكون يعني بيكون متواصل العطاء، مش على أساس فترة وبتنضوي أنا والله خذيت شهادة وأنا لا، يعني مش الهدف في هذا الشيء، الهدف إنك أنت خضيتي هذا الشهادة لازم تشتغلي عليها وتحققي وتشوفي فعلا هل شفتي نفسك في هذا الشيء. لكن لما انخرطت فعلا في الدراسة لقيت نفسي، حسيت أني أنا يعني ما مشكلة السنة اللي ضيعتها قبل على أساس أن أدور وكذا، ولكن في النهاية أكيد أي واحد ممكن أنه يخطأ ويلاقي لاقي نفسه، ولكن في النهاية حسيت أني هذا المجال اللي أنا مخصص لي اللي أنا أبدع فيه. حبيتي القانون؟ حبيته بأمان. طيب هكلمينا بقى على العقبات اللي قابلتك. أول شيء العقبات زي ما أنا قلتها لش بالبداية، فكرة الناس انه كمرأة انت بيكون دورك ضعيف، يعني شو بتسوي مثلا؟ دائما الناس ما تعطونهم القضايا، دائما يعطوا المرأة يعني يعطوا الرجل هو اللي بيسوي والرجل هو اللي كذا والرجل. عانينا من الفكرة هذه، عانينا انه المجتمع شوية ما احترم المرأة كمحامية، نظر لها على اساس انها شوية زي ما يقولوا متبجحة، على اساس انها هي تطلع قدام الرجال بشكل عام وتتكلم وتطلع صوتها وتطلع ما ادري شو. خذوها من منطلق الشريعة وخذوها من منطلق العادات والتقاليد انه ما يجوز وانه ما حرام وانه 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 هاي الاشياء، ولكن مع الوقت بدت الافكار تتغير. بقيت الحين الحمد لله صار لي انا في المجال ما يقارب 13 سنه، يعني هاي السنه ان شاء الله عليك، فصار لي اسم، من صار لي اسم وشافوا شغلي، شافوا ابداعي، شافوا بصمتي، شافوا كيف طريقتي انا اترافع او كيف طريقتي انا اتكلم او اني من مسكه القضيه نفسها والبحث في هذه القضيه، صار اصبح الرجل هو اللي يدور عن المراه، يدور
تدور عن المحامية على أساس أنها هي اللي تمسك قضيته. حلو كثير هذا هو النجاح يعني تحس حلو. حلو كثير هذا الحكي. يمكن صار الرجال هون هو يطلب المرأة. أيوة أكيد. عندي قضايا رجال كثيرة أنهم هم فعلا في مكتبي عندهم يعني يمسكوش قضايا الكبيرة، قضايا ممكن قتل، ممكن مخدرات، ممكن قضايا اللي ممكن أنه يعني عشان حسوا أنه في هذا المجال مش بس أنا أقدم مذكرة، لازم أنا أترافع، لازم أنا أتكلم أوصل كلمتي، لأنه اللي بيوكلني أكيد لأنه هو محط لسانه لساني، وهذه أمانة أني أنا أترافع. أنا لما بيجي بقدم مذكرة القاضي اللي بيقراها، لكن المتهم اللي واقف أو اللي وكلني الشخص بأي ما يعرف أني أنا شو اللي كاتبت إنه، فمن حقه في هذه اللحظة أنه هو يسمع أنا شو كيف بدافع عنه، أو الطريقة اللي أنا بدافعها عنه، أو كيف أنا بأتكلم، أو كيف أني أنا بحاول أجد ليه مخرج. قد يكون فعلا هو مظلوم، ولكن أنه أنت تبي بس أنش تدوري على الثغرات، تدوري على الأشياء، تدوري على الأعذار اللي موجودة، تدوري على الأسباب من خلال ملف الدعوة. يعني أنت دخلتينا إلى ساحة الميدان أستاذة مسعود، ولكن دعاء عجبها الجو هذا خصوصا يمكن أمجد كنت بدي أسألها عن دعم زوجها. يمكن الزوج أو خلينا نقول الطرف الآخر هو أحيانا بيحدد مصير المرأة، إذا كان بيشجعها بقولها أنت قادرة، أنت قوية أنك تبرزي، راح يعطيها هذا الموضوع دافع وشغف كتير أنه هي تحقق اللي بدها إياه. بس إذا كان الزوج معارض مثلا أو بينقص من قدر شريكته يمكن يحبطها صح. أو يأخرها شوي، لكن هي مع الوقت تدار هذا الموضوع وبيكون شوي صعب. كيف كانت دعمك من طرف زوجك؟ هل كان بيشجعك وبقول لك موزة انت قادره تكوني محاميه؟ بامانه عشان اكون انا صادقه معاش من خلال هالبرنامج، زوجي مستشار قانوني. حلو. وزوجي هو يكتب القضايا ونتناقش في القضايا بشكل عام. لما تكون عندنا قضية ناخذها باللي موجود بالملف، بعد كذا ندرس الملف، ندرس القضية، نشوف كيف بتترافعي، كيف بتدخلي، كيف بتتكلمي، كيف دي. في قضايا ما تحتاج لكلام وتحتاج لتوضيح لأنها خلاص مغلقة وبذي، وفي قضايا تحتاج، ولكن كدعم أنه هو زوجي موجود لأنه هو مستشار قانوني موجود معايا في المكتب وهو يدعمني على أساس أنه يكتب ويبحث ويدور لي الأشياء اللي هي تكملوا بعض يعني معاي. تكميلي أنا قد أكون تكميلي. قد هو يكون عنده خبرة 25 سنة، أنا عندي خبرة 13 سنة. يعني كل ما كان الإنسان عنده خبرة أكثر وسنين من الخبرة والدراسة والبحث، كل ما يكون أقدر وأفهم، وخاصة لما يكون عندك في نفس المجال اللي أنت خلاص تفاهمتي معاه، أني عرفتي أن المخ واحد أو التفكير واحد بشكل قضائي. نتكلم عن شكل الملف كيف بيكون، قد أنه لي أنا رأيي أني أنا مثلا أبدأ الكتابة كذا أو المرافعة بالطريقة هذه، هو يكون لي رأي، فناخذ الرأي بالنص اللي هو يكون لمصلحة الموكل. تتشاركوا الخبرات ويمكن هالطريق تمشوا سوا مثل ما بيقولوا. بس بدي استفسر منك وآخذ رأيك بموضوع نظرتك أنت للمرأة الإماراتية اليوم، وجودها بمختلف المجالات اللي كانت قبل حكرا على الرجال، سواء مجالات قانونية أو مجالات تانية. نظرتك للمرأة الإماراتية وقد هي اليوم جديرة بمكانها والموقع اللي هي فيه. أمانة نظرتي لها كان أنظر لنفسي باحترام، تقدير، شكر وامتنان، لأنها فعلا عرفت أول شيء نفسها، عرفت هي شو اللي تباه، وصلت لين أماكن، وصلت للفضاء. يعني إحنا قاعدين في أعرف ناسي خططوا لهم كيف يوصلوا للفضاء، كيف يوصلوا لذي، يعني وصلت لمناطق صعبة أو وظائف صعبة. فالمرأة يعني شوية لما تشوفي تركيبتها تلاقيها صعبة، ما دائما تحب الأشياء الروتينية أو الأشياء اللي هي الباردة أو المملة زي ما إحنا نقول، دائما تسعى للتميز، دائما تسعى لأنها هي تثبت نفسها. أول شيء تحدي لنفسها، تثبت لنفسها أنها قادرة تتحدى هذا كله. الشيء الثاني تثبت لين المجتمع اللي حواليها، ومن إثباتها للمجتمع أكيد هذا بيخدم وطنها، لأن هي في الأول والأخير تشتغل عشان نفسها وعشان خدمة وطنها. فبأمانة الله المرأة أساس أن الموجود لها كامل مفتوح لها الكامل المجالات، وبأمانة تميزت بأمانة كل المجالات، مش مجال بس القانوني. بأمانة لو شفتي للطب، لو شفتي للهندسة، لو شفتي للقطاع الخاص، حتى وهي أم
ما تشتغل هي تميزت انها تربيه تربي. الاول كانت تربيه على الاشياء البسيطه على التقاليد والاعراف، صارت الحين تبحث، صارت تعرف، صارت تسال، صارت تدخل دورات على اساس انها كيف تربي هذا الطفل الجديد، كيف تخليه باكر يخدم اسرته ويخدم نفسه الوطن. ويخدم مجتمعه. فعلا تميز، واكيد منا الكل كمان بيشهد سواء مقيمين بالدوله او خارج الدوله، الكل بيشهد على تميز وحضور المراه الاماراتيه بجميع المحافل. فعلا بس عارفين بحس ايه في مجال بالذات القانون موزة، يعني بشوف انه الست عندها مشاعر صادقة، بتقدر توصل الاحساس صح، بتقدر توصل المعلومة صح، حتى انت ممكن يكون عندك زي ما بيقولوا الحاسة السادسة، بتعرفي انه الموكل ده بيقول الحقيقة، هو مظلوم هو ظالم، انت بتعتمدي على احساسك في شغلك؟ اكيد اكيد في يعني مش دايما، يعني في امور ندخل فيها الاحساس نشوف، وفي امور ما ينفع تدشش فيها الاحساس، لازم تشوفي الملف شوفي، لانش لو خضيتي على الاحساس الاحساس بياخذش لطريق ثاني مش الطريقه اللي هو طريق العداله. ولكن كشغل انت اول شيء قبل احساسك انت تشوفي الملف، شوفي شو الاشياء اللي فيه، شو اللي قدر بتدخلي منه. شيء ثاني انت اكيد بتقعدي مع الموكل بتساليه، ما في حد في امانته لا بيقول انا مسوي صح، صعب ان يقول اني انا مرتكب انا مسوي، دائما اي واحد بيقول انا ما سويت. لكن انت من خلال قعدتش معاه، من خلال الحوار انت بتستشفي هل هو صادق معاش ولا لا. واحيانا يكونوا في ناس صادقين يقولوا احنا مثلا ما سوينا، وتلاقي فعلا الصدق يعني نابع منهم انهم فعلا ما لهم دخل، ولكن ممكن شويه غباء منهم هم وقعوا نفسهم في هذه الجريمه. ولكن لما انت تجلسي وتشوفي وتبحثي وضع ثاني. لكن لو دخلنا واعتمدنا على العواطف، العواطف لو انفتح لها باب صعب ينقفل، لان العواطف ممكن توديش للنتيجه ثانيه يعني بالاخص احنا الستات. ايوه، لكن انت اكيد في شغلك في اي مجال انك انت بتاخذي جزء من العاطفه، انك لانه العاطفه موجوده هذه سواء في الرجل او في المراه، هي صح زياده في المراه اساس انها ام وعلى اساس انها زوجة وعلى اساس كذا، ولكن ان الجزء بسيط منها ممكن يتحرك في هذا الشغل. العقلاني بيغلب كمان. ذكرنا قبل شوي الخبرة والزوج كيف أحيانا بيكون يعني عملية تبادل الخبرات، بعتقد كمان دعاء تبادل الخبرات بيجي من جمعية المحاميين ودورها بتبادل الخبرات بين يعني محامية ومحامية، كونكم كمحاميات إماراتيات بتكونوا إيد واحدة. أكيد، يعني بتحسي نفسك أنت في بيت. هاي دور الجمعيات، اوكي، مثل جمعيه او اتحاد المعلمين، جمعيه مثلا اتحاد المحاميين مثلا، شو بتاثر عليكم انتم اصحاب مهنه خاصه على الساحه الاماراتيه؟ اول شيء موجوده عندنا جمعيه الامارات للمحامين القانونيين والمستشارين، موجوده في الدوله وليها فرع في اماره الفجيره، وكنت تقريبا في 2013 2014 كنت رئيسه لهذه الجمعيه لمده معينه تقريبا ما يقارب سنتين او اكثر من سنتين. دور هاي الجمعيه انها هي دائما تعمل اجتماعات، تعمل ندوات، تعمل دورات للمحامين تثقيفهم، لان انت اليوم ما بتكون بس قاعد على الاساس اللي انت درسته او على ذي، لازم كل شيء يتطور. انت ما دامك انت واقف مع 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 الشيء اللي انت خذيته او اللي انت اكتسبته في مده معينه، ما حاولت انك انت تطور من نفسك، ما حاولت انك انت تبحث، ما حاولت، الموضوع بيكون روتيني وصعب واقف. فمن هذا الشيء انطلقت هاي الجمعيه على اساس انها تدعم المحامين، تدعمهم باكواد محاماه، تدعمهم بكتب، تدعمهم بدورات، تدعمهم بندوات، حتى ممكن انها تسهل لهم القاء محاضرات خارج الدوله، لحضور المؤتمرات، يشاركوا في كل شيء. بس هذه المشاركه المفروض ان المحامين كلهم، ولكن على حسب اللي حاب هذا الشيء، اللي حسب اللي هو منتمي لهذا الشيء. زي ما انا قلت لك في البدايه، الشيء الواحد لو انت حبيت ان شاء الله يكون خارج الدوله، اكيد انت بتسعى لهذا الشيء، بس دور الجمعيه بامانه دورها موجود ودورها مفعل سواء في اماره الشارجه او سواء في اماره ابو ظبي، وليها فرع في الفجيره يخدم المناطق اللي موجوده، وفيها بامانه الله والحين فيها الاستاذه خديجه رئيستها، ما مقصرين حتى اليوم عندهم فعاليه في محكمه الفجيره على اساس اليوم المراه. فهم كل فعاليه او كل شيء يخص
المحاماة أو يخص الأشياء المجتمعية زي ما نقول هم متواجدين فيها. مزبوط هذا الحكي موزة. وكمان يمكن أنا في نقطة بحب أنوه عليها، الوقفة أمام القاضي مو سهلة، لهيك المرأة يمكن لازم تتحلى بشخصية كتير قوية ولا حتى تقدر تتعامل مع صح. هذا الموقف، أو خلينا نقول تقدر تقنع وتقدر تاخذ بحق موكلها. قدي قوة شخصية المرأة بتأثر على نجاحها في مجال تاع المحاماة؟ أكيد هي شخصية المرأة وقوتها بتأثر كل المجالات، بس مش مجال المحاماة. بالنسبة لمجال المحاماة أنا لو أكتب عليش لو ما قلت ليش ما كانت عندي رهبة، ولكن إن إحنا الوزارة تعطينا 6 شهور على أساس نتدرب في المعهد وست شهور نتدرب أمام القضاء على أساس إنه نعرف كيف المحامين اللي قبل أي نكتسب الثقة نكتسب الخبرة، كيف توقفي كيف تتكلمي متى تتكلمي متى تسكتي شو كيف تردي شو أسلوب الرد، هذه كلها الأمور نكتسبها في خلال 6 شهور. ولكن بعد 6 شهور يقعد معاش الموضوع 2 يقعد معاش 3 يقعد معاش 4، إنش أنت تخافي لما يكون عندك قضية كبيرة وشال همها إنش أنت لأنش أنت تتحدي نفسك، وفي نفس الوقت إنش أنت تدافع عن 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 شخص أنت مؤمنة ببراءته أو مؤمنة إنش على الأقل لو تخفف عنه الحكم اللي ممكن يصدر عليه، فبيكون في شوية رهبة شوية رهبة، ولكن دائما الإنسان لما يقعد ويتكلم وكذا ينسى نفسه صحيح. لكن لو عطى لو خلى الخوف هذا دائما هو اللي يوقف قدامه فصعب، عمرش ما بتتحركي عمرش ما بتخطي كل صحيح. ما بتي عندي اليوم عندي جلسة لا والله أنا أخاف أنا كذا بيكون عندش شوية اللي هي حالة القلق حالة التوتر الحالة إنش تمنعش إنش أنت تستمر وتتقدمي. ولكن في أي مجال كلنا يعني نشتغل وكل واحد حاس إنه في مجاله، حتى الموظف العادي لما يدخل على المدير أكيد هو يطلب طلب أكيد بيكون شوية في رهبة في كذا، لكن لما صحيح. الإنسان يحاول يبعد الخوف أو يبعد القلق أو يبعد أي شيء قدامه أكيد بيوصل أكيد بيوصل. لحلمه. أستاذة موزة نورتينا وشرفتينا سلام. وكل سنة وأنت طيبة وكل طيبة. يوم مرأة إماراتية وأنت طيبة بخير كل المرآت الموجودة على الوطن طيبة سواء إماراتية أو غير إماراتية. شكرا جزيلا شرفتينا، نطلع بريك وبنرجع نكمل تاني.